عاوزة اني تنتين. قول امي قول. خلينا نفوت على الاوضه. خلينا ناكل بالاول. لا لا هلا هلا شرفي شرفي. لك يا بس ما بدي اياك تتضايقي. في قصه بقلبي، في قصه بقلبي يا امي وما عم بخلص منها. قول تقبرني قول. ما شاء الله ما بتشوف قصه. كرامه لا الله لا بقى تدعي لي. يو ليش بقى؟ ما عم اقول لك. تخيلي اليوم رحت لا اعمل شيء كله شر. كله شر. بس الله ما وفقني. حتى بالشر الله ما عم يوفقني، مشان هيك انا عم اقول لك لا تدعي لي. يا أمي يا حبيبي ما بصير هالحكي. الله رحيم مع عباده. إيه الله رحيم مع كل عباده إلا أنا. الله وكيلي أبصر أنا شو عامل بحياتي حتى الله ما عم سامحني. مشان هيك أنا جبتك لهون. شوفي أمي قول. عم يخطر على بالي خاطر، ما عم بحسن سامح حالي عليه، بس كمان ما عم بحسن أهرب منه. شو هو؟ والله خايف تتضايق إذا حكيت لك. لك أمي أحكي بقى. لك يا أمي أنا من يوم ما تجوزت، من يوم ما تجوزت وحياتي انقلبت قلب فوقاني تحتاني، حاسس إنه نجوى نحس علي. يا شو نحس وما نحس؟ شو هالحكي أنت تاني؟ يا أمي الموضوع كتير عم يخطر على بالي، ما عم يفارقني. أنا كرهانة كثير، ما بدي إياها، مالي طايق شوف وشها. يا أمي ما بصير هالحكي، المخلوقة بنت مرباية كثير وصابرة وعايشة معك على الحلوة والمرة، وفوق كل هالشي تركت أهلها وتجوزتك وأنت فقير ومعدوم بس لأنه بتحبها. لك يا أمي أنا ما قلت لك الحكي اللي بقلبي حتى تجي تقولي لي كلام أنا بعرفه. ما دامك بتعرفه ولا كان عيب تفكر فيه؟ لا مو صحيح هالكلام، كل الناس بتقول هاي المرأة دمها خير أو نحس، مو بس أنا. هدول ناس جهلة. لا مو جهلة. مو جهلة. في حديث نبوي شريف بيقول الشؤم في ثلاث، المرأة والفرس والدار. ما بصدق. لا صدقي. صدقي أنا رح جن. أنا رح طق. إيه بس ما يطق عقلك. يا ابني يا حبيبي. إذا بدك تضل تفكر بهالطريقة بعمره رب العالمين ما رح يتطلع فيك ويوفقك. وفقني؟ ما عم تفهمني، ما رح تفهم علي، ما عم تحسي بالنار اللي جواتي. والله يا أمي حاسة فيك ونارك مثل نار، بس مو طالع بإيدي شيء. على بإيدك تساعديني يا أمي. على شو بدي ساعدك؟ أني جرب أخلص من سبب تعاستي. شو قصدك؟ بدي طلع نجمة. ولك أنت مجنون؟ خلاص ما عاد في براسك ذرة عقل؟ كل الناس بتوقع بدي أو الله بيفرجها بعدين. هي سبب تعاستي هي. ولك يا مجنون، لو كل الناس بدها تفكر مثلك كان الكون انخرب. ما رسى ترتك وترك الدنيا مشانك، عيب تفكر فيها بهالطريقة، والله العظيم عيب. طلعت أنا سبب مصايبك يا جابر؟ طلعت أنا سبب النحس في البيت؟ ليش؟ أنا كنت عايشة مع أهلي وأهلي مناح، لما انولدت وشافوني ما اجاهم النحس. ولا اقول لك ليكون بنتك هي سبب النحس، شو بدك تسوي فيها؟ كبها بالشارع يا جابر، كبها بالشارع. كل شيء مصايب بشاعه صارت بحياتنا كانت على قلبي زي العسل. أبشع إشي سمعته من يوم ما انولدت لليوم
شو هذا الحكي اللي انت حكيته؟ طلقني يا جابر، طلقني يا ابو بنتي، طلقني وارتاح. إن الله أنا ما عاد أقدر أقعد في البيت ولا دقيقة ولا دقيقة. لك يا مجنونة، وين بدك تروحي؟ هذا بيتي. لا مش بيتي، لا مش بيتي. كان بيتي يا بطل، حتى لو بدي أنا أضل، أنا ما عاد بدي أضل. الله يرضى عليك يا مجنونة، الله يرضى عليك. لا زدتي على النار زيت يا مرت عمي. من يوم ما تجوز جابر لليوم ما شفت معاه يوم، يوم واحد حلو. أنا كل يوم بسأل حالي، انتي شو عملتي بحالك يا نجوى؟ ليش بيصير معاكي هيك؟ برجع بقول هذا جابر حبيبي، جوزي ونصيبي. اسكت، امري لله. من يوم ما تجوزنا لليوم لا لقمه زي الناس، ولا لبسه زي الناس، ولا طلعه ولا فوته وصابره وساكته. واخر اشي بطلع أنا النحس اللي ركب جوزي. ليش؟ ليش يا مرت عمي؟ مش حرام عليه؟ والله العظيم حرام عليه، حرام. اسمعيني منيح يا نجوى، وحياة رحمة أبو جابر إني بحياتي ما حسيت إنه نهل أغلى منك. سعرت بسعرة وبجوز أزود، ورح أعترف لك بشي كمان. أنا دايما دوم بضل خايفة إنه بآخرة عمري انطرح بالفرشة وما أقدر أخدم حالي. بس كمان بقول بقلبي لا، أنا مو لازم خاف، لأنه نجوى عندي، لأنك أحن علي من بناتي والله يشهد. الله يطول بعمرك ويعطيك الصحة يا رب. أنت عارفة يا مرتعب أنا بشيلك بعيوني والله. مشان هيك عم أقول لازم نصبر عليه شوي، حرام. جابر بأزمة، ووقت الأزمة ما بيهرب غير ابن الحرام. يا مرت عمي طول عمري شايل الهم وساكتة، ها ما فتحت أمي ولا حكيت، حاطة على الجرح ملح وساكتة وصابرة. بس هو مش تركني بحالي، وآخر إشي بطلع أنا النحس. طب بيقولها الله، مشان الله قوليلي بيقولها الله. لا الله ما قاله، وهو غلطان، والغلط راكبه من ساسه لراسه. بس كرمالي، كرمال امك ام جابر، زرعيها بشيبتي هالمره. ما عاش ولا كان يمسح بشيبتك اشي. أستاذة عم تبكي؟ والله يا جابر نجوى بنت قصور، وأنت كثير يا أخي قسيت عليها. لك حاجتك الواحد بيطلع بيقول لي قسيت عليها وقسيت علي، لا عاد حدا يعمل لها محاضرات. خلص خلص، فوتي البنت لجوا، كله صار بده ينظر هلا. شو؟ ها؟ حطي حالك بمحلي، الله وكيلك بتصير تشكي بالهواء اللي عم تتنفسيه انه مسموم كله نحس. انت اخر واحد بيحكي عن النحس.
عارف مين المنحوس يا جابر؟ وحدة زي كانت عايشة ببيت أهلها معززة مكرمة، مش ناقص عليها إشي. بيقوم بيجي الزمن النحس بيعرفها على شاب فقير معتر ما معه ياكل، بس حبته وقاتلت الدنيا كلها عشانه، وقالت لأهلها إذا بتجوزوني غيره بموت حالي. وبليلة نحس بتضب أغراضها بشنطة صغيرة وبتطلع معه عشان تعيش معه بالفقر والذل والتعتير. عرفت مين المنحوس يا جابر؟ عرفت مين؟ شافي رجعي على البيت العز اللي جيتي منه وخلي هالبيت يعمر. يلا هلأ جاي تحكي هالحكي؟ هلأ بدك البيت يعمر يا جابر؟ يعني إذا أنا طلعت منه بيعمر؟ لا يا سيدي ما بيعمر. تعرف كيف بيعمر؟ إذا أنت طلعت منه، لأنك أنت النحس ولا حد فينا هو اللي ناحسك، أنت اللي ناحس حالك منك وفيك. ما تسكتي، ما عاد بدي أسكت على قولتك. جابر تبع زمان خلص، وأنا كمان نشوة تبعت زمان خلص. أنا ما عاد بدي أسكت جابر. زمان لما كنت أسكت لك عشان من رباي كنت أحط لساني في أمي، أما من يوم ورايح لا، أنا ما رح أسمح لك إنك تحملني كل أخطائك وكل إشي صار معك، ما رح أسمح لك. ولك تسمحي ولا ما تسمحي، إن شاء الله 60 عمرك عم تفهمي ولا صار معي. لك يا جابر حاج بقى حاج، تركيه مرت عمي، تركيه مثل العادة، خليه في الشغل لجابر، حرام. ولك شو تذكري ما تذكري؟ ولك أنا حاسك إنك أنت سبب نحسي ولا؟ أنا هيك حاسك، وأنت سبب تعاسي وأنا هيك حاسستك. حلو حلو، عرفي طلعي برات بيت. يلا جابر كمي يستر على عرضك، لا تتدخلي. لك شو لا اتدخل؟ شو لا اتدخل؟ انت جنيت؟ ايه انا جنيت، منيح الحكي جنيت. لك انا خطر لي خاطر وحكيت وخربت الدنيا يعني. اه خربت الدنيا، خربت الدنيا، لانه ما في حق لك تفكر فيي هيك يا جابر. ولك انا بحق لي فكر هيك حتى بامي. يا جابر انت اكيد مالك بوعيك. ولك انا اكثر مره بالدنيا بكون فيها بوعي، انا اكثر مره بحياتي بكون فيها بوعي. اذا بوعيك معناها صاير قليل ادب، وانا ما ربيتك منيح. لك ربيتيني انا وحده ترفع صوتها بخلقتي. ليك عم ترفع صوتك على امك. يلا برا لك، يلا برا هالبيت، خليه ينضف ولا يلا برا. ركا هاي بنتي، يا بطلع انا وياها يا بطلع انت. ولك لا تتدخلي يا بنتي، لا تتدخلي. خلي صوتك، انا طالع انا وبناتي الثنتين وراجعين على بيتنا، وبس يرجع عقل الرحمن لنفسك ابدا. امشي امي، لا تطلعي، لا تطلعي لسبب بالله بعتك. امشي غير ما تتدلع. يلا يلا ارتكب. انا ما عم بحكي معك، انا عم بحكي معي الناقصة. الناقص اللي ما بيحفظ كرامة اهله وما بيرايح حرمك بيته. امشي يا بناتي. يا حدا يمشي، انا ما امشي. ويحرم علي مرشيك او وشي من يوم رايح. عم تفهموا؟ قسما بالله ما بمشي وشي.